ينضم إلي على الهواء مباشرة العميد أمين حطيط، هو الخبير العسكري والاستراتيجي. أهلا بحضرتك وكل التحية. وصفت الأمر بالحدث المهم وربما الخطير، ليس في حد ذات تأثيره لكن لما يمكن أن يفتح من أبواب في المنطقة. هذه يعني هذا هجوم على السفارة الأمريكية، وربما هذا يحمل غضبا عربيا كثيرا تجاه الولايات المتحدة، يعني وإن كان يعني هذا الغضب يمكن أن يكون في صور يعني غير مقبولة، لكنه يمثل اتجاها في الشارع العربي بشكل أو بآخر تجاه سياسة إسرائيل وداعميها. كيف توصف الأمر سيادة العميد؟ وأهلا بك مرة أخرى. بداية التحية لك وللمشاهدين الكرام. الواقع أن هذا الحدث مهم، ولكن وضعه في إطاره والبحث عن خلفيته قد تقود إلى صورة مغايرة أو صورة مخففة. فبالنسبة للفاعل يبدو وفقا للتسريبات أنه من جنسية سورية وينتمي إلى داعش، وهذا الفعل تم تنفيذه بشكل بدائي ليس فيه قدرة على التدمير والتفجير، وخاصة أن العمليات الإرهابية التي تقوم بها داعش تكون دائما مصحوبة بعمليات تفجير أو تدمير وأحزمة ناسفة وعمليات قتل جماعي. هذا العمل كان أقل من ذلك بكثير، وأعتقد أن منفذيه جاءوا به هذا العمل بعد أن قام الجيش اللبناني بملاحقة خلية من داعش في لبنان وإلقاء القبض على معظم عناصرها. فأعتقد أن هذا الفاعل أو الجهة الفاعلة أرادت أن توجه رسالة للمعنيين بالأمن اللبناني، مضمونها أمرين. الأمر الأول أنها لا زالت موجودة في لبنان وتستطيع أن تتحرك، والمسألة الثانية أنها بإمكانها أن تصل إلى نقاط أمنية حساسة عنيت بها السفارة الأمريكية، مصالح دول أخرى الأمريكية. وبالتالي هذا الفعل أيضا نقرأه كخبراء من ناحية أخرى هو اختبار بمناعة الأمن اللبناني، وتبين أن هذا الأمن مستتب وأنه متماسك، لأنه ليس أمرا بسيطا أن تقدم عناصر حماية السفارة من الجيش اللبناني على إلقاء القبض على الفاعل وبعد إصابته بشكل مؤكد. وصحيح أن هناك شريك له تمكن من الفرار، لكن أعتقد أن ما تملكه الدولة أو المخابرات اللبنانية من معلومات ومعطيات ستستطيع أن تقود إليه أو تجعل، لكن الفعل على قيد الحياة سيادة العميد نزل؟ نعم، هل هو على قيد الحياة؟ يعني تم إلقاء القبض عليه أم قتل؟ لأن هناك أنباء متضاربة الحقيقة. عندما نُخل من ميدان الجريمة كان على قيد الحياة، ولكنه وضعه حرج، ولا حتى قبل ساعة من الآن وفقا لتتبعنا لمجريات الحدث كان لا زال على قيد الحياة. ولكن المسألة صحية، لا يمكن لأحد أن يقطع بنتائجها. إنما حتى هذه اللحظة أو حتى نكون دقيقين لقبل ساعة من الآن كان على قيد الحياة، وتقدم له الإسعافات والعلاجات في منتهى الدقة وفي أعلى درجات التقنية. نعم، يعني هذا مفهوم أنت تعتبره عملية فردية لمرة واحدة ولا تعتبره اتجاها سيادة العميد، مزبوط؟ لا أعتقده عمل فردي، هو عمل تنظيم ونفذ من أجل إرسال رسالة. لكن لو كان كذلك لتم إعداده والتحضير له بشكل أفضل مما حدث. يعني حضرتك ذكرت أنه تفجيرات وغيره، هذا عمل بدائي. نعم، يعني لم تزج في الميدان كامل قدرات التنظيم الإرهابي داعش، لأن لديه هذا التنظيم، لدى هذا التنظيم
قدرات أكثر من أن يستعمل بندقية فردية ويطلق رشقا ناريا. نعم. هذا لديه أكثر من ذلك من القدرات. مفهوم. ولكنه لم يستعمل كل قدراته لأنه يريد أن يوجه رسالة. رسالة محدودة. وجه الرسالة وأجرى الاختبار. نعم. بشكرك شكرا جزيلا لوجودك معنا على الهواء مباشرة من بيروت. حدثني سيادة العميد الدكتور أمين حطيط الخبير العسكري والاستراتيجية.